فكر فكرة البطولة المطلقة دي أو شغلك؟ ربنا يكفينا الشر. ليه كده؟ لا أنا حلو كده أوي. بس أنت عملتها في كابتن أنوش، يعني كابتن أنوش ده مسلسلك ونجح وتعمل منه جزء تاني وعمل مشاهدات وتذاع على قناة كبيرة زي إم بي سي مصر. إيه؟ والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا بخش أصور المسلسل وما افتكروش. والله مش بس ما افتكروش، أنا مش واخد بالي إن أنا بطله. صحيح انا يقول لك انت بتستعبط، انت اسمك انوش والمسلسل اسمه كابتن انوش وهو الشخصيه المحوريه اللي في المسلسل. انا اللي بيطمني ان معايا نجوم مصر طبعا، الكوميديانات سلام وثروت ومصطفى ابو سريع وياسر الطبقي، لدرجه ان انا في مره بنعمل مشهد كده وتزتوني ميعادنا على ترابيزه السفره وكل الممثلين قاعدين على البتاع، فبصيت كده وقلت ايه ده؟ ده المسلسل التاني واقفه بقى. لا ده مفيش كوميديان على مكتبه. دي حقيقه. وانت كان معاك منتخب مصر الكوميدي. ده ايه ده؟ للكوميديانات، ولو كل واحد مننا بس قال هسه مش هيخلص عيني معتز التوني في الـ في الـ في الموضوع، فانا ما بعتبرش ان دي بطوله مطلقه، انا بعتبر دي بطوله جماعي، انا بعتبرها كده. خلاص البطوله المطلقه احنا شفناها، انت تعلمها وانا اعلمها. عارف بطل عارفها اللي بيروح مش شويه حاجات اللي جنبه. لا ليه يعني ما بفكرش في وقت من الاوقات يبقى فيني شكل بطوله بحاجه بشكل بجد، يعني زي الاسامي الكبيره اللي بتعمل بطولات بجد، مش قصدي على الناس اللي دماغك فيها دي اللي هي بتطلع تتحرق وتروح، بس ليه ما فكرتش في وقت من الاوقات يبقى في حاجه؟ خوفي منها الاتي، انك مش هتشتغل كتير. لا مش ده بطل فهتعمل مسلسل واحد. مش ده والله. في مصر لما بتقلب انت، سوري في التعبير يعني، وبتبقى بتعمل بطولة مطلقة او بتبقى بطل، لما بيجي دور تاني كان ينفع تعمله بيتكسفوا يكلموك. طبعا خلاص تتصنفت، فانت بتحرم نفسك ليه من الادوار الحلوة. هتقول لي طب ما انت توافق، هم ما بيقولوليش عشان اوافق، هو ما بيكلموش، عامل بالظبط زي مدير التصوير اللي قلب مخرج، ينفع يجيبوا مدير تصوير وكأني بهينه. طبعا خلاص. عامل زي المخرج منفذ اللي بقى مخرج، ينفع تقول له هتيجي تبقى مخرج منفذ المسلسل ده؟ خلاص هو عدى ستيب. تاني خلاص. لا عدى ستيب بالظبط زي ما حضرتك بتقول كده. هو ده اللي قال. فده اللي قلقني انا من ايه؟ انا ممكن هحرم نفسي من دفء، يعني شرف عظيم انك تشتغل في فيلم مدته ساعتين انت تعمل فيه دقيقه والناس تخرج فاكراك. طبعا ده مش حاجه عظيمه. طبعا وانت عملت كده في حرب كرموز وعملت كده في كازابلانكا. كازابلانكا لا، وعملت كده في روب اضطراري. ده كان تحفه. صح دي حقيقه. هتقول لي الله طب ما احمد السقا بيطلع ضيف شرف دقيقه. احمد حلمي بيطلع ضيف شرف دقيقه. محمد هنيدي، اشرف حبايب. بس هو بيطلع باسمه. انا ما بتكلمش دلوقتي عن هو بيطلع باسمه. بيطلع باسمه مش بالكونتنت. بالظبط. مش بالدور. الحاجه الثانيه انه انا مش بس بتكلم عن ضيف شرف. انا بتكلم عن الدور الثاني كدور ثاني. محمود المليجي لم يكن بطلا وهو نجم النجوم. طبعا توفيق الدقن، عادل ادهم، ناس كتير. صلاح منصور. طبعا. عدلي كاسب. لا اسامي كتير لو قعدنا نعد. عدلي كاسب. بصوا على عدلي كاسب كده وشوفوا عدلي كاسب ده بيمثل ازاي. بيعمل الجد ازاي والتراجيدي ازاي والكوميدي ازاي.